بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد رسول أمين. أما بعد، ازيكم يا شباب؟ النهاردة إن شاء الله هناخد مشروع تاني من ضمن المشاريع العملية الخاصة بالـ HTML والـ CSS، وهناخد معاها شوية كده جافا سكريبت. النهاردة إن شاء الله هنحاول نعمل حاجة زي ديت. ده عبارة عن إكسباندد كارد، يعني حاجات كارد كده بتعملها إكسباندد. لو ضغطت على الكارد بيتفتح معاك، وضغطت على الكارد تاني بتدي الكاردز القديمة تتقفل ويفتح كارد جديد. عاوزين ننفذ الكلام ده بالـ HTML والـ CSS والجافا سكريبت. يبقى المشروع كله عباره عن اكستندد كارد. هنيجي هنا في دريم ويفر، وهنيجي نعمل فايل ونختار نيو، وبعدين خلينا نعمل سايت الاول، فايل سايت قصدي نيو سايت، ونسميه اكستندد كارد. تمام، هنحطه على سطح المكتب ونعمل مجلد، ولكن فولدر اكستندد كارد بهذا الشكل. جوه الفولدر ده هنعمل فولدر تاني هنسميه CSS، وفولدر تالت هنسميه جافا سكريبت، وفولدر رابع هنسميه image. تمام كده، تمام. وهنسلكت الفولدر ده كله على بعضيه لو الاكستند كارد، ونسيف. اصبح دلوقتي عندي فريش، اصبح دلوقتي عندي فولدر. الفولدر ده هو فيه المجلد بتاع السي اس اس، المجلد بتاع الجي جافا سكريبت، والمجلد بتاع الايمجز. تمام كده. محتاجين دلوقتي ان احنا نعمل الملف الاولاني اللي هو ملف الاندكس. طبعا احنا كنا عاملين قبل كده حاجه اسمها الستارتر او الستارت اب بروجكت اللي هو دوت، وكان في المجموعه دي كلها، كان في سي اس اس وكان في ستايل. اهو هناخده كنترول سي وهنحطه في الستايل بتاعنا هنا. وكان عندنا كمان الايمجز، دي كانت صور احنا المفروض ناخدها، فانا مجهز شويه صور في الصور ديت اخدهم على بعضيهم. ناخد مثلا دول كنترول سي ونحطها هنا في الايمجز، وكان عندنا جافا سكريبت. اللي هو موجود برضو في الستارت اب بروجكت دوت. هناخده كده نسخ كنترول والسي ونحط هنا كنترول وفي. واخر حاجه هناخدها اللي هو مين الملف بتاع الاندكس، كنترول سي ونحط كنترول في. تمام. لو جيت انا في الدريم ويفر وعملت ريفرش مره ثانيه هتطلع الحاجات موجوده، الستايل واللايبرري والاندكس. الاندكس لو احنا فتحناه كده دبل كليك عليه هكان في كود كنا احنا كاتبينه المره اللي فاتت، والكود ده كان عباره عن كود بيجيب الفونت اوي سم اللي هي الخاصه بالايقونات، وكان كمان بيجيب الستايل شيت، بيعمل رابط للستايل شيت، وكمان كان في الستايل شيت بتاعه كان في ربط بالفونت اللي احنا شغالين عليه اللي هو كان الكايرو فونت. تمام. طيب احنا عندنا دلوقتي المشروع هنا كنا عاملين اتش 2 عشان نشوف المشروع يبدا منين. هنشيل اتش 2 ده خالص. تمام، ونبدا نكتب الحاجات اللي احنا عاوزين. اول حاجه محتاجين ان احنا نعمل كونتينر. هنيجي هنا ونعمل كونتينر ديف، والديف دوت هنديله كلاس، والكلاس دي هتكون كونتينر. اوكي، وبعد كده هنقفل الديف دوت، وبعد كده هنعمل ديف تاني وهنديله كلاس، والكلاس ديت هتكون بانل وهنديها اكتف بانل، وهنديها كلاس كمان اكتف اكتف. اوكي كده عندي ديف هنا، وجوه الديف دوت هنعمل ممكن كمان نعمل ستايل، نحط هنا ستايل
والستايل ده هيكون في ان الباك جراوند ايمج، باك جراوند ايمج جراوند ايمج هيكون ليها URL. تمام، هنعمل براوسنج وهنختار صور من الصور الموجوده فين في موجوده عندنا، ناخد ايمج 1 دي. تمام كده. طيب وبعد كده هنعمل جوه هنا هنعمل H2 أو H3، على H3 أفضل، H3 وهنكتب مثلا احترف مثلا ال HTML ال HTML. تمام. طيب وهنضغط Ctrl S ونشوف كده هنا. سنجل كوت وكده صح كده، كده الصورة ظهرت اهي. تمام كده، يبقى دي الكتابة الموجودة هنا وخفيت اهي الصورة. الكنترول اس برضه عشان تتشاف، عشان بس الاخطاء اللي كانت موجوده هنا. يبقى هنا الباك جراوند ايمج يو ار ال، والايمج هنا مثلا الكود بتاعها يكون بين سنجل كود مش دبل كود. تمام. طيب وهنا عملنا اتش 3، هنكرر نفس الكلام دوت بس هنكرره بتاع اربع مرات او خمس مرات. ناخد دول لحد هنا كنترول سي، وهنا كنترول V، ادي واحده بس الايمج اعتبر ايمج 2. وهنا هنقول مثلا احترف مثلا سي اس اس سي اس اس. تمام كده، وهناخد صوره ثانيه خلي دي هنا. كنترول V برده. تمام كده، وهنحط فيها مثلا ايمج 3 مش 3. تمام، وهنخلي دي تحترف مثلا البي اتش بي او البوت ستراب البوت ستراب. تمام، وبعد كده هنعمل واحده رابعه سبيس كنترول في، وهنكتب فيها دي الايمج رقم 4 وهنقول هنا مثلا احترف مثلا البي اتش بي البي اتش بي كروس، واخر واحدة كنترول سي حط هنا كنترول بي وهنكتب احترف المزيد. اوكي تمام تمام وخلي الايمج هنا رقم كام؟ 5. وانت حر بقى، انت عايز تزود تاني صور تقدر تصور تاني. يبقى كده احنا عملنا الكود اللي هو احنا نقدر نشتغل عليه. تمام كده، بحيث ان يكون ال HTML عبارة عن ديف وفيه في خلفيته صورة وعليه كلام زي كده، وهو ده اللي هيمثل السلايدات اللي هتبقى موجودة فين في الموقع او في الاكسباند كارد، بحيث ان احنا ممكن نجيبه بشكل ايه؟ بشكل طول. طيب هنيجي هنا في ال CSS. ال CSS ده كان ملف احنا كنا جايبينه قبل كده وكنا عاملين فيه كذا حاجة، من ضمنها ان احنا كنا عاملين الفليكس دايركشن كان كولر بحيث انها تظهر كده تحت بعضيها. احنا مش عايزينها كده، احنا عايزينها تيجي تظهر زي جنب بعضيها. فهنشيل الفليكس دايركشن دوت ونعمل كنترول واس
بحيث الصور تيجي جنب ايه جنب بعضيها. وهنعمل كمان هنضيف دوله، هنضيف ان الديسبلاي هيكون فليكس، الديسبلاي هيكون فليكس تمام كده. وهنضيف الويتس 90 فيو بورت، نضيف الويتس 90. ده في الكونتينر مش في البادي، يبقى احنا من هنا ايه شلنا بس من البادي ان الفليكس ده اشتغل بكولا، لكن هنا هنيجي نعمل الدوت كونتينر، دوت كونتينر كانت كلاس باين دوت كونتينر اللي هي دي سي، حطها هنا كنترول و في تمام كده. وهنعمل لها ديسبلاي فليكس، ديسبلاي هيكون فليكس تمام. وهنديها ويتس ولكن 90 في اتش، 90 في دبليو تمام كده. هي في بورت تو اس، تعال نشوف شكلها عامل ازاي هنا دلوقتي. هنصطف جنب 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 بعضهم اهم تمام كده، وكل واحده واخده مساحه 90 90 بكسل تقريبا تمام تمام. طيب كده لحد هنا تمام مفيش مشكله. هنيجي بعد كده نعمل حاجه للبانل، دوت بانل تمام. وفي الدوت بانل عاوزين نعمل الباك جراوند سايز اوتو 100%، الباك جراوند سايز جراوند داش سايز هنخليها اوتو بنسبة 100%. تعال نعمل كنترول اس ونشوف اللي حصل ايه تمام كده. عدت الباك جراوند سايد اصبحت 100% تمام كده. تعال نشوف والحجم بتاعها اوتو. تعال نشوف بعد كده الباك جراوند بوزيشن، خليه سنتر باك جراوند بوزيشن، باك جراوند داش بوزيشن هنخليه سنتر اوكي. وادي كنترول اس الباك جراوند ريبيت، هنقول له نيو نو ريبيت الباك جراوند ريبيت نو ريبيت. تعالى نعمل كنترول اس ونشوف اللي حصل ايه تمام. الهايت 80 في اتش، ندي الهايت 80 في اتش، كلر الكلر ده بتاع النص هنخليه ابيض خش خش خش. وادي كنترول اس، تعال شوف كده اللي حصل ايه. هبص لها البالانس بدأت تظهر اهي تمام كده، وكل واحدة واخدة 80 في اتش ارتفاع تمام. وهتلاقي فيها كمان اللون بتاع النص ابيض بالشكل ايه بالشكل الاول تمام تمام عندي كمان الكورسر هخليه بوينتر، بوينتر يعني شكل مؤشر لما اقف على الحاجات دي هيبقى ايه بوينتر كورسر صار. ايوه هيبقى بوينتر اوكي. وهندي برضو فليكس فليكس بوينت 5 بوينت 5 تعالى كده. وهندي مارجن
توب توب وبوتوم 10 بكسل ورايت وليفت 10 بكسل برضه 10 بكسل. وتعالى نشوف اللي حصل ايه. هبص لها البانلز اترصت جنب بعضيها بالشكل دوت تمام. طبعا لو انت عاوز تزود الهايت شويه ممكن تزود الهايت لان حاسس ان هاتي قليل كده بالنسبه للبانل. دي 100 خلي دي مثلا 90. تعال نشوف كده كنترول اس اهو كده بنت شويه تمام كده. اصبحت كده عباره عن ايه؟ عباره عن مجموعه جنب بعضيها تمام. كل واحده فيها ايه؟ فيها الـ الـ الكلام موجود الاتش تي ام ال بتاعك وفيها في نفس الوقت الصور اللي انت عاوز تشغلها. تعالى من اف 12 عشان نشوفه في لوحه مفتوح في براوزر. هتلاقيهم بالشكل ايه؟ بالشكل ده كويس مش وحش تمام كده لحد دلوقتي. طيب ايه اللي محتاجينه كمان؟ تعال نرجع كده للدريم ويفر. محتاجين اننا نعمل البوزيشن ريلاتيف علشان النص ده ينزل تحت، وهنعمل حاجه اسمها ترانزيشن فليكس تمام كده للخاصيه بتاعه الاوباسيتي. لو في اوباسيتي ولا حاجه هتبتدي تتحرك معانا تمام. طيب يبقى نعمل كده بوزيشن بوزيشن، والبوزيشن ده هنعمله ريلاتيف ريلاتيف ترانزيشن ترانزيشن، والترانزيشن دوت هنديله فريكس واي بوينت 7 سكند سكند. وبعد كده هنعمل ايز داش ان في الحركه ايه الحركه بتاعته. وبعد كنترول ايه كنترول اس. طبعا هي مش هتحصل هنا بس لما تيجي انت بعد كده تحرك بجافا سكريبت في 12 هيبقى في تاثير. لو تيجي انت تعمل كليك شمال على الحاجه ديت هتبتدي تتحرك ايه تتحرك معاك. اوكي طيب اوكي لحد كده تمام ماشيين تمام مفيش مشكله. دلوقتي هنبتدي نشوف البانل اتش 3. يبقى نيجي هنا وهنعمل رول جديده وفي الرول هنعمل دوت بانل مسافه اتش اتش 3 بشكل ده. وتعالى نشوف الكود اللي هتكتبه هنا. كل اللي محتاجينه ان انا عاوز اعمل فونت سايز 24 بكسل مثلا. هنشوف بس الحجم ممكن يمشي ازاي. فونت داش سايز هنخليها 24 بكسل وانت حر برده في الخط اللي انت عاوز تختاره وفي الحجم بتاعه. كنترول اس تعالى نشوف. طبعا هنجرب كل ده عشان نشوف الكلام ما هيبقاش معانا ولا لا. ومحتاجين كمان البوزيشن هيبقى ابسولوت. يبقى احنا دلوقتي عملنا البوزيشن في الكارد نفسه او في البانل نفسه ريلاتيف، لكن هنا يبقى ايه ابسولوت عشان اقدر ايه احركه زي ما انا عاوز مش كده. يبقى هنعمل بوزيشن بوزيشن خليه ابسولوت وعن طريق هنخلي الرايت مثلا 20 بكسل. تعال نكتب رايت عشرين بكسل والمارجن زيرو. زيرو تمام كده. وتعالى نشوف اللي حصل ايه. كنترول اس كده هو جابه 20 بكسل ناحية اليمين وحط مارج زيرو من اسفل تمام. طيب عاوزين نشوف برضو البوتوم هيبقى 20 بكسل برضو. يعني من البوتوم 20 بكسل بحيث ان العنوان ينزل تحت بوتوم 20 بكسل. وبرضو هنشوف على حسب الشكل الموجود عندنا كنترول اس وهجيب في 12 هتلاقي اهو كده نزل العنوان تحت في 12 اهو. يا جماعه ادي العنوان نزل تحت اهو بهذا الشكل تمام. تمام طبعا انت ممكن تزود الرايت بحيث ان هو يمشي شويه قدام او كده بتاع بس كده كويس مش معقول او مش وحش يعني. تعال نشوف الاوباسيتي اللي هي بتعمل عليها الحركه وهنخلي الاوباسيتي زيرو.
بس النص ده يزيد دلوقتي على اساس ان هو لما تيجي تعمل كليك هيبتدي بس يتحرك لحاجه اعلى، تمام كده، ويبقى شغال معاك. تعال شوف كده، هنيجي في الستايل نفسه ونخلي له بس بزيرو. بس تي بصفر وتو اس. تعال نبص كده هنلاقي التكست نفسه اختفى خالص اهو، مش موجود، لكن هيتوجد لما تعمل كليك على مين؟ على البانل. تمام كده، تمام. طيب نكمل. في الستايلات برضو محتاجين ان احنا نعمل ستايل للبانل اكتف. يبقى ناخد البانل اكتف دوت بانل، تمام، دوت اكتف. وتعالى نشوف كده في البانل اكتف انا محتاج ان انا اعمل الفليكسي 5. فليكس 5، لاحظ بس حاجة. تعال نرجع ل HTML. أنا عندي المفروض إن الأولانية تاخد بس إيه؟ تاخد كلاس أكتف، والباقي ده ملوش الكلاس أكتف، يعني نشيل الكلاس أكتف الموجودين، لأن إحنا نسخناهم على طول. كنترول إس. تمام، لو أنا عملت هنا حفظ لأن الفليكس هيبقى بخمسة، كنترول إس، ورجعت هنا في 12 ملف المفاتيح هتلاحظ ان الفليكس كام؟ للبانل اللي هي الاكتف مفهوم، يعني بانل اكتف بلاش مسافات كنترول اس. اهي كده مظبوط، كانش فيه مسافه. البانل اكتف يا جماعه هتبقى الفليكس بتاعها بكام؟ بخمسه، بعد ما كانت نص اصبح بكام؟ خمسه. فعشان كده تلاقيها كبرت بالشكل ايه؟ بالشكل كده. كده تمام، كده احنا ماشيين صح، تمام كده. يبقى لو انا المفروض بالجافا سكريبت لو عملت كليك كده هتبص تلاقي دي اتضمت، تمام كده، واصبح دي الحجم بتاعها كام؟ خمسه، وهكذا. تمام، تمام. تعال نكمل. تعال نشوف ال H3 هنعمله برضو root دوت بانر دوت بانر، تمام كده، للدوت اكتف تمام، اوكي، وهتكون ال H3 تمام. اللي احنا عاوزينه بقى ان هو الاوباسيتي بتاعته بترجع ايه؟ ترجع واحد بعد ما كانت هي صفر. اوباسيتي هترجع واحد للبانل الاكتف. تعالى كده نبص عليها، لاحظوا هنا هتلاقي النص بدأ ايه؟ بدأ يستعمل من F12 ومراحة المفاتيح ونشوف اللي هيحصل ايه. شايفين كده؟ هتلاقي ان العنوان بتاع البانل اللي هي الاكتف، تمام كده، راجع بايه؟ بواحد. الباص بتاعته رجعت بواحد بعد ما كان بكام؟ بصفر، وظهر. والعرض بتاعك اصبح بكام؟ بخمسه. بعد ما كان ايه؟ بعد ما كان نص، اللي هو الفليكس بتاعك اصبح بكام؟ بخمسه، بعد ما كانت ايه؟ بنص. تمام كده. اوكي، تمام. طبعا ده مبنى الكريمن عشان الناس اللي بتبص على المبنى، يعني تمام كده؟ تمام. هنا بقى في شويه حاجات كده اسمهم الميديا كويري. الميديا كويري دي بتتعمل لما يكون مثلا حجم الشاشه مثلا حجم معين. انا مش شايف ان هي اهميه قوي، بس انت لو حبيت تكتبها اكتبها، بس يعني هي بتظبط الشاشه لما يكون حجم الشاشه صغير. يعني بص كده، لو صغرت هنا شويه لحد هنا هو شغاله بدون ميديا كوير، بدون اي حاجه خالص، لان الفليكس اصلا هو اللي بيقوم لك بالموضوع ده كله. بس يعني نكتبها للاحتياط. مشيت معانا؟ مشيت. ما مشيتش، حسيت انها هتاثر على الشغل بتاعنا، يبقى نشيلها. ماشي ماشي. الميديا كوير مفهوم ايه؟ ان هو ان لما الشاشه توصل لعرض معين، ماشي كده، هتعمل حاجه، ولو وصلت مثلا لمثلا
عرض مثلا معين تاني، واخد بالك هتعمل حاجه تانيه. تعال نشوفها كده، نيجي هنا في الستايلز وهنيجي في الحته اللي تحت دي وهنكتب حاجه زي كده ات الميديا كويري. ميديا تمام كده، وهنكتب نفتح قوس هنقول ماكس ويتس بس الظروف في مسافة بحاجة. شفت انت تاني ات ميديا قوس من فوتن الماكس ويتس 480 بكسل سكه بتيجي المفروض. طيب انا هكتب الماكس ويتس كده، شوف الماكس داش ويتس تمام كده هتبقى 480 بكسل 480 بكسل تمام بدون اي فواصل وبدون اي سيمي كولن. وبعد كده بروح حاطط اثنين كيرلي براكتس بتاع المجموعات اللي هي زي كده تمام. يبقى دي معناها لما يوصل حجم الشاشه ل 480 بكسل هتنفذ داون. في الحاله ديت هنخلي الكونتينر اللي هو دوت كونتينر تمام كده هيبقى عباره عن الويتس بتاعه الويتس 100 فيو بورت تمام كده تمام. وهنقفل ديت لحد هنا. بقول لك مش هتوصل بس يعني احنا هنكتبها للمعلوميه. تعالى نعمل في 12 دي عشان الريسبونسيف او فكره الريسبونسيف تبقى مطبقه. في حاله لو ان الشاشه وصلت مثلا لحجم معين حاول تخلي الكونتينر ياخد 100% من ايه؟ من الويتس. وكده شغال. تمام اوكي طيب ايه كمان هنقول له مثلا دوت بانل اللي هي 4 و5 تمام كده هتشيله الدوت بانل اللي هي 4 و5 هتشيله هتخلي الديسبلاي بتاعه بايه نون. ليه؟ علشان ما يبقاش كله متشاف. يعني مثلا انا هنا كده اهو اف 12 لما اصغر الشاشه خالص بالشكل دوت هيبقى عندي الرابعة والخمسة دي مضايقين الدنيا، فأنا هدي مساحة للي هي التانية والتالتة تكبر والرابعة والخمسة هي تختفي. تعال نجرب كده ونشوف. مشيت ما مشيتش برضه مفيش مشكلة. تعال نجرب. نقول له دوت بانر دوت بانر تمام وأحط نقطتين وأقول له إن تي اتش اللي هي رقمها أوف تايب إن تي اتش وفي أوف تايب اللي هي دي. NTH of type اللي هي ديت تمام كده اللي هي رقمها N رقمها كام عندنا هنا؟ 4 يبقى انا رقم 4 و الدوت بانل تمام تحت بعضيهم دوت بانل NTH of type ودي رقم كام؟ 5. وبعد كده اروح اعمل ايه؟ 2 كيلو براكتس بالشكل ده تمام واخلي الديسبلاي بتاعهم ديسبلاي نون يعني ايه يخفيهم. وادي فاصله ايه؟ فاصله. تعالى اعمل كنترول واس وتعالى نشوف الدنيا هتمشي ازاي. المفروض دول برضه يا جماعه يبقوا معدوله. كنترول اكس كنترول كنترول اس. تعال شوف كده
اضيف 12 بتاع صغنن لا مش باين التسريب بتاعها يعني تقريبا لو اعلم دي ممكن تيجي هنا كنترول اس اضيف 12 هو بظهر بس ما بختفوش ادي زيرو ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة ادي اربعة طب نشوف كده خلي ديت تلاتة وخلي دي اربعة وادي كنترول مرة تانية ونشوف الف 12 مش مختفي طيب الماكس ويتس مظبوط تمام كده كونتينر يبقى نيو بورت تمام كده المفروض البانر رقم 3 والبانر رقم 4 يختفوا الاسم بتاعهم بكام؟ نون طيب مفيش مشكله نون نجربها بس اذا مشيتش خلاص لان ممكن تمشي على متصفحات ما تمشيش على متصفحات تانيه بس كده ايه لحد دلوقتي برضه النتيجه مش وحشه يعني تمام هنكتفي لحد كده والمره الجايه ان شاء الله هنبتدي ناخد الجافا سكريبت ونشوف الجافا سكريبت هيوصف العمليه دي ازاي الجافا سكريبت كله هيعمله ان هو هيخلي البانر اللي انت هتعمل عليه كليك شمال هتبقى هي الاكتف وباقي البانرات اللي هي الثانيه هتبقى مش اكتف هيطبق عليها ان هي الفليكس بتاعها هيبقى بخمسه والاوباسيتي بتاع الاتش 3 هيبقى بكام بواحد يعني كده المفروض يحصل كليات لما تيجي تضغط انت كليك شمال على بانر من دول هتبقى الاكتف هيبقى الفليكس بتاعها بكام بخمسه فهتوسع وباقي الضغط لان هتشيل منه ايه خاصيه الاكتف والاتش 3 اللي هو العنوان اللي تحت ده هيبتدي يظهر ايه معاك طبعا مع مين مع حركه كده بسيطه يعني تمام ده انا هشوف المره الجايه ان شاء الله مع استخدام الجافا ايه الجافا سكريبت بكده خلاص لحد النهارده ان شاء الله واذا عايز في الفيديو تعمل لي كومنت لايك شير ليه واذا عايز تقنعني تعمل لي سبسكرايب داخل القناه واكون ليك شاكرين كان معاكم مهندس مصطفى بقدر زادي من قناه مصطفى زايد للمحاسب والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.